أكد المشاركون في المؤتمر والمعرض العربي الخامس للمشروبات الذي عقد مؤخرا في عمان أن القطاع يمتلك أفاقا واعدة وفرصا مثمرة، ولكن لم يتم استغلال كامل الطاقات المتاحة لزيادة الاستثمار والإنتاج بما ينسجم مع حجم الطلب المتزايد. وأوصى المشاركون بضرورة تطوير الصناعات الزراعية والكفاءات التسويقية ليصبح المنتج العربي منافسا في جميع أقطار العالم، كما أوصوا بإزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية وخاصة الجمركية. كما أوصى المشاركون بالعمل على إنشاء لجنة تهتم بالتشريعات والمواصفات والمقاييس، وإنشاء لجنة علمية لتشجيع البحث العلمي وتفعيل التواصل بين القطاع الخاص والجهات العلمية، وتبني مشروع التسويق والإعلان المسؤول للأطفال ودعمه وتشجيع الشركات العاملة في صناعة المشروبات للانضمام لهذا المشروع القيم لما فيه خدمة المستهلك وخاصة الأطفال منهم.